اتمنى يا رب ان الجامعات كلها الحقيقه، لان احنا كمان زي ما عندنا مستشفيات، احنا عندنا هنا مستشفيات في القاهره مستشفيات كبيره وهامه، وعندنا مستشفيات في المحافظات. اعتقد كمان ان الجامعات الاهليه اللي بدات انها تتقابل ممكن يبقى من خلالها وجود برضو يعني دكتور مونجي، ان احنا عندنا جامعات في اماكن كمان زي جامعه الجلاله، جامعه مشكور. المنصوره الجديده، كلها بقت في اماكن ممكن انها تتيح أو تبقى جاذبة للطلاب من السياحة الخارج. العلاجية صحيح، أو حتى لدراسة الطلاب فعلا من كمان الخارج. كمان تهافت أوروبا في الفترة اللي فاتت ياخدوا الأطباء ولادنا خريجين كليات الطب، ماذا يدل لذلك؟ يدل على مدى التفوق الطالب المصري، وأنه ملم في قطاع هام جدا وهو علاج الإنسان. صحيح. وأغلى قيمة في العالم ده كله هو البشر. صحيح. فبالتالي حضرتك يجب أن نتوسع في هذا الجانب، استغلال البشر وتنميته والاستفادة منه. صحيح. طيب خلونا نروح لخبر آخر، لأن كمان كان هناك اجتماع لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وده كان بحضور عدد من المعنيين. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة علشان يتم تنمية الصادرات المصرية، وده طبعا علشان بيبقى فيه تمهيد علشان تتعرض على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء بدأ الاجتماع وأكد أن ملف التصدير ده بيتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة النهاردة والمرحلة اللي جاية، علشان الحكومة بتشتغل عليه بشكل مكثف في إطار جهود الدولة علشان نضاعف حجم الصادرات المصرية، نفتح أسواق جديدة تانية تبقى موجودة. ملف الصادرات من الملفات الهامة، واللي دايما لما بنيجي نتكلم نقول هو احنا ازاي كيفية الخروج وتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على مصر وما يحدث فيها، بنتكلم ان احنا تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات. مصر عندها خطة لزيادة الصادرات موجودة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للتصدير ده دليل على أهمية المرحلة. فكرة ان الحكومة النهاردة بقى بتشتغل بشكل سريع ومكثف، ازاي اقدر ازود صادرات؟ احنا بنقول ايه للمشاهد الكريم؟ ايه اجمالي حصيلة مصر من النقد الاجنبي في السنوية؟ 100 مليار، يعني 100 مليار 110 105 اقل، هو فرق نقول متوسط 100 عشان لتسهيل الحساب فقط. الصادرات فقط السلعية والصادرات البترولية بتمثل 50%. صحيح. يعني حضرتك وزير التجارة والصناعة أعلن امبارح إيه؟ قال إن الصادرات السلعية لمصر بلغت عام 2023 35.3 مليار دولار. طيب الصادرات البترولية والمنتجات البترولية كان قبل كده صرح وزير البترول إنها في حدود من 14 إلى 15، إجمالي الاتنين كام؟ 50 مليار دولار أو من 50 ل 54 مليار دولار. 50% أو 50%. طيب هي النقطة، ما هي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لزيادة 50% من حصيلة الصادرات؟ الحقيقة أنا شايف أن هذه الجهود يجب أن احنا أركز عليها بشكل أكبر، لأن حضرتك إن إحنا عندي قناة السويس في حدود من 9 إلى 10، تحويلات العاملين المصريين 32 34 قلت شوية. حضرتك عندي الاستثمارات الأجنبية ما بين 9 إلى 10 مليار دولار، كمان السياحة وممكن أضيف المنح والقروض. طيب حضرتك الجهود التي تبذل في مجال الصادرات تعتبر تحتاج إلى مزيد من التنشيط كما يعني ركز دولة رئيس الوزراء. حضرتك الصادرات المصرية عام 2022 يعني العام قبل الماضي زادت بقد إيه؟ ب 26%. طب ليه؟ عشان بسبب مشاكل الحرب ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. أدت إلى إيه؟ أدت لانخفاض صادرات روسيا وأوكرانيا من الأسمدة. إحنا عندنا مصانع، مصر تعتبر الخامس على مستوى العالم في إنتاج الأسمدة، زادت الأسعار وزادت الصادرات المصرية. فبالتالي هذا القطاع، قطاع الكيماويات والأسمدة على وجه الخصوص، زود أو ساعد في زيادة الصادرات المصرية. هذا العام أو العام الماضي الأسعار بدأت تقل مرة تانية، لأن طبعا بدأت روسيا تصدر تاني. فبالتالي تم التأثير. رغم ذلك ورغم المشاكل اللي احنا بنعاني منها، ولكن احنا صادراتنا 2023 تقريبا هي نفسها 2022. وبالتالي حضرتك سبق
ان وزاره التجاره والصناعه كانت عامله هدف ان في نهايه 2025 هنصل بالصادرات الى 100 مليار دولار. احنا دلوقتي وصلنا لحوالي 50، ولكن الظروف الاقليميه والدوليه حالت دون تحقيق هذا الهدف، لان الحقيقه مصر تقع في حزام ناري، وايضا مصر تقع في منطقه الشرق الاوسط وهي منطقه قلقه بطبعها. هل تؤثر على الاقتصاد؟ نعم تؤثر على الاقتصاد. النقطه الثانيه، الجهاز الانتاجي المصري هو جهاز متنوع، لكن الكباسيتي بتاعته او الامكان او الطاقه الانتاجيه بتاعته ما هياش كبيره. ايضا مرونه الانتاج، الجهاز الانتاجي المصري برضه ما هياش عاليه. يبقى احنا بنحتاج حضرتك نمره واحد، ان انا ادخل الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ان انا انمي ثقافه التصدير عند هذا القطاع. طب يمثل قد ايه؟ من 40 إلى 50%. تخيل حضرتك من 40 إلى 50% من الاقتصاد المصري كله ده اقتصاد غير رسمي. شايف جهود الدولة في فكرة، يعني احنا بنتكلم على الاقتصاد الغير رسمي ده بقالنا فترة كبيرة جدا. أيوة. ودايما بنقول يعني للحكومة ان انت حاولي ان انت تقدمي مجموعة من التسهيلات وتغيري الثقافة بحيث ان الناس تبقى ما تبقاش متخوفة ان انا اصلا لو دخلت هدفع ضرائب وهدفع مش عارفة ايه وكهرباء وصحة والناس فبتقلق، فبالتالي بتشتغل من غير ما تبقى الدولة عينها عليها او شايفاها. حل بسيط جدا يا فندم. الحل البسيط ان انا بروح للقطاع غير الرسمي بقول له حاجة، انا هسجل لك المنشأة بتاعتك بالرقم القومي بتاعك، هذه واحدة. نمرة اتنين حضرتك، ان انا هعفيك من كل انواع الضرائب لمدة من 5 إلى 10 سنين. نمرة تلاتة، انا هقدم لك منح وهقدم لك مزايا تدريبية وهسجل لك المنشأة بتاعتك سواء في اتحاد الصناعات او اتحاد الغرف او في الغرفة اللي انت تابع ليها في المحافظة بتاعتك دون رسوم، وبالتالي دي بنسميها الضرائب العكسية او هي حوافز لتشجيع القطاع لان هو حضرتك ينضم للقطاع الرسمي، وله اثار ايجابية على الموقف الائتماني لمصر وعلى حجم الناتج المحلي. صحيح. الاجمالي لمصر. لكن جاءت الوثيقه 2024 2030 اللي هي التوجهات الاستراتيجيه. صح. للفتره الرئاسيه احنا عايزين 300 مليار مش 100. وبالتالي هل يمكن تحقيقها؟ نعم، انا بعتقد، انا من وجهه نظري انا، انه يمكن تحقيق هذا الهدف، لان انا عندي مشروعات بنيه تحتيه جاوزت ال 10 تريليون جنيه مصري. العائد العائد عليها هيجيني على المدى الطويل. صحيح صحيح.